الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سورة الشعراء أيام كسر الحجرني درسي أننا وحكب الأبنية آيات بقول تضباطن الحد وحن سوق هذا الني لحق قصان سوق هذا الني قصة نبي الله موسى وهارون مع قومهما يا نبي الله إبراهيم قصة ديسا مع قومه نبي الله نوح هود صالح لوط لحدا سان سوق هذا الني قصة تضباط أيان هلك كان كجود قلينا وقصة نبي الله شعيب مع قومه. رب سبحانه وتعالى وحيره كذب وحي بينيين أصحاب الأيكة كينت أصحاب تاذي وحي بينيين المرسلين رسوشي إلا الدري إلا الدري أي بينيين إذ وقت أي بينيين قال لهم أكيري شعيب النبي الله شعيب ألا تتقون ورميذا إلهي كبقين يكيري وذن رمينين إني أنقر لكم وحان إذين هاي رسول رسول أيان إذين هاي أمين لآمني رسول حقين الله صدر رسالة إي وحي لقو آمني أيان أهاي فاتقوا الله أيكيري إلهي كبق واطيعوني أن أطيع وركي جيالا وما أسألكم إذن ويديسا مايو عليه على نصحي نصيحة ذا إيه دين تان أن إذن سوى قارسين يكر إذن كو ويديسا مايو قارسين تان إيه نصيحة ذا كر كذا وحيوسي إذن كمالي من أجر الأجورة إذن كو ويديسا مايو إن أجري ما أجري أجورة ذا ما أهان إلا على رب العالمين وأنك ربي غوضة كركي مياني عدك الأجورك الدوني ما يأيوري أوفو الكيل أيكويري باقة أوفية أو دمايسترا ولا تكونوها أهاننا من المخسرين كوا باقة لما أو نسقامية كوا سيهكم النقرننا وزنوا ميزان دتك أوغو ميزان بالقسطاس ميزان ميزان كي المستقيم اي توصن ميزان عادل وتوصن دتك وحيو ميزان ما يكيري ولا تبخسوها كلمنا الناس دتك اشياءهم حقوق ذوضة وحي ليهن وحبها كلمنا ولا تعثوها فسادننا في الارض للك مفسدين حالاتهم كو خربية معاسك خربية واتقوا الذي واتقوا كبق الذي أله خلقكم إذن أبوري إذن كأيو والجبلة أونكي أما خلائق ذي الأولين هري أبوري الله سكبق وحمانتا لإذن كريب يكفو قاذوي. نبي الله شعيب وحلو دري غير مدين مرك أصحاب الأيكة يرهر مدين ما يسكون مدبا مسوا لوقا حضوا لوقا لوا وفسرين تو يسكون خلافين قارو حير هذين لبضا ملود بيسقى الله دري كون هذا ما يشان جيدها بضنها كين تدجن يا أصحاب الأيكة يرهر مدين لبضا بيسقى الرسول أو الله دري لكن ابن كثير وحير رجحيا
labadooda bayna isku hal koox yihiin أصحاب الأيكة وحلق وضع هم أهل مدين على الصحيح بويري خلاف باكجرة أقوال أي يعني علماء مفسرين تو أقوال كلا دوان بيليه قارب وحي إليه أصحاب الأيكة وكوح كلا أهل مدين غير مدين وكوح كلا لبضا بيساق الرسول وا أي غير هذين والله بكوح كلا دوان لكن ابن كثير وحور رجحي إني هل كوح سكويهين أهل مدين هي أصحاب الأيكة وإسكم مد وصورة القصص سورة الأعراف وحن قصوا مرني نمن كاس أصحاب مدين دم بيجي سمين جرين ودم بيجان كوا الله وش هاي ضدك أيي وحك النسقة من جرين حقوق ضد أيي دم جرين بيجا مين ضدك أب حنجرين لول كانوا ويفسادين جيران وملك سيفري سنجران وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان يا صومرني إني أراكم بخ ولا تنقصوا المكيال والميزان آيات ذاكو حكتان وحكوري ولا تقعدوا بكل صراط إن توعدون وتصدون عن سبيل الله مركان من كان لول كي خريب جيرانهم جدكو أي دغان جيران جدك أي ددك او فريسان جيران ددك او غودينيان جدك الهي بي ددك كهور استاغيان مركا حافظ ابن كثير مركا ساس الرجحي مفسرين قالوا حيليهم ولا بكو خودو كلا دوون لبدبا وخا لو ديري نبي الله شعيب نبي الله شعيب مركي او توحيدك اوغو ياراي اني ربي سبحانه وتعالى وحدان ويسجى بس أي عابدان يسجن الرسول هانو اعترافانو راعانو يطيعان وأمري بعد التوحيد يا معسية ذي كجرين يدن بيجي سمينا ينبو كنهي ومن كان ضد كم مركي وح بيجيان أمي سيان مين لما يستري جرين حكوير مركا أوف الكيلة مركا ضد كم وح بيجي سان بيجا ولا ما يستري ضد كم هنقولنا كوا ضد كم حقوق ضوضة مركي دتك وحوم ميزاميان وبيغيان نسقامية كواسي هكم من نقننا ولا تكونوا من المخسرين كوا دتك حقوق ضدما كنسقامية كواسي هكم من نقننا دتك مركي وحوم ميزاميسان وزنوا بالقسطاس المستقيم ميزان توصن وعدالة ميزان عادلة دتك حقوق ميزام القسطاس وميزانك ميزان توصنه أن خلدنين حقوق ضدك سيوية ضدك مركي ضدك أبيعان أما أميزام يا نسقامية هلاك يا عذاب يا لاشيء ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هلاك وحي أسقنا هذا كوا ميزانك خفيفية مركا إيهو سواب بيغان ايان اما ميزامان ايان ويبحسن ايان دادك مركا إيهو بيغ ايان اما إيهو ميزام ايان ويكن نسقى منها حقوق ضوضا كوا سأيا هلاك يا عذاب أسقنا هذا مركا وحكو يري دادك أشياء ضوضا حقوق ضوضا وحبها كن نسقى مننا وحل بيغ ايو وحل ميزام ايو هديل للمين ايو هديل للترين ايو ولا تبخسوا الناس أشياءهم حقوق ضرر هكا نسقى مننا ضدك هذول مننا وي ولا تعثوا في الأرض مفسدين هفسادين نقول كان إذنكم معاسكو خربية وإنما كانوا حيسمين جرين جد قوية إذن جرين ضدك ذلمين جرين جدك إلهي ضدك كهر إسلاقي جرين مركتيبو كنهي معاسدان دل كان ضدك دليسان ذلمين إيسان جد قوية إذن إيسان كدا يا أيو كيري ولا تعثوا وفسادنا في الأرض لولك مفسدين إذنكم خربية وحكوري إلهي كبقى وأوامرت إلهي وحو إذن فريقات وحو إذن كربين كفق هذا الله تكبق إيسان والله إذن أبوري الربي قلنا خلائق ضي مخلوقاتك إذن كهري أليه أبوري وي واتقوا الذي خلقكم والجبلة مخلوقات كينا أبوري إذن كأيه والجبلة الأولين أبوري
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون لسكم عنه. كذب وحي بانيان أصحاب الأيكة وحلو يرميل قيادة بضن أي دقنايان أصحاب الأيكة كاينتا أصحاب تاذا يدد كيادو وحي بانيان المرسلين الرسوش أي بانيان نبي الله شعيب بانيان ما دام توحيد كأولي مدكو بانيان وحالغا سوق وحالغو شغين الرسوش ورم بأي بانيان بالغالم مدقاي رسوشي بأي بانيان إذ وقتي أي بانيان قال لهم أكويري شعيب النبي الله شعيب ألا تتقون ورميدا إلهي كعب سنين أي كويري وإذا رمينين إني وحكويري إني أنيغو لكم إذن كوحاندين هاي رسول 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 كينان أهي أمين لآميني وحي رسالة لو آمينان أهي يعني رسول كين أيان أهي حقين أيان لي صدري ودعوة يدين تاين إذن قارسيو حال إذن كدون يفتقوا الله إلهي كبقى واطيعوني أنا يطاع ووحن إذن أمري إذن فري قاتل إن الرسول إلهي أهينا رمي وما أسألكم إذن ويديسا ماي عليه على تبليغ الرسالة أو على نصح نصيحة إذن من أجر وحق جوراها يقول سيئ إذن كماله أحبا إذن كدوني ماي إن أجري ما أجري أجور ذا إذا يمشغي ذا دم أهان إلا على رب العالمين عالم كالرب قوضة دشي سأمبي أجور ذا إذن أهاتي عندنا أجر كدوني ثواب كدوني أما الله كدوني مجروي أحبا إذن كدوني ماي أجر كي إلهي بان كدوني إلهي كركي سأيوه هذا رب العالمين كركي إلهي رمايا أنا رسولك سأناهي صار عوي دنبي أي سمين جرين بوكان هي أوفو لما استرى أوفيا الكيلة باقة مركادتك وحب بغيسان ولما استرى أبوحيا ولا تكونوها أهاننا من المخسرين قوة لما نسقامية حقوق ضدتك حنقل ننوي وزنوا أميزام ميزام بالقسطاس ميزان المستقيم ميزان كي المستقيم اتوصنا ذاتك وحوق ميزام ميزان توصن وعادلة ذاتك وحوق ميزام وي وايا ولا تبخصوها لمنا الناس ذاتك هكذا نسقى مننا وي أشياءهم حقوق ضوضة ميزان كاس يباقس بسميها حقوق ضوضة هذه لم ترين أيه هذه لا تدو من أيه هذه تلاعب له حسابنا يا شيخاس أما لا ترين أيه حقوق ضدك وحبها كنسقى مننا أو كدي منا ولا تعثوها فسادنا في الأرض دولك مفسدين حالاتهم كو خرب يوم عاسك وخرب يا واتقوا كبقى الذي أله خلقكم إذن أبوري إذن كأيه والجبلة مخلوقاتك الأولين هري أبوري الله سكبقى وحيد فري يا سمايا وحيد كربين كفوا جذوي محل الله ما يمرك وأندن ونكسن أيال السي جوابته هذا أرك قالوا وحيد هذين إنما أنت وحات هيئون شعيبو من المسحرين كوا الله سحري متكم إذا أيات هيوي مسحرين تأيات كم تهاي وما أنت أذق متهد بيكوير هذين وعكل متهد رسول متهد إلا بشر بن آدم أنباتهي مثلنا النغو كالي وإنه شأني نظنك وحنكوم ملينينا لمن الكاذبين كوى بين لا ياشئنا كمتهي ينكوم ملينينا فأسقط سرد بيكوير هذين علينا كركينا كسفا قبل يقايبو من السماء السمد حق هذا نيغسرد إن كنت هدات هاي من الصادقين كو رنت شيغي هدات كمت هاي عذاب كورنا وكين سمد صوق قبل قبله نغسو ده قال النبي الله شعيب حكيري ربي أي أيا أعلم أغا شبضا بما تعملون وحد سمين إيسان إساقا إذن كأبال مرن فكذبوه قوم شعيب وحي بينيين شعيب فكذبوا وحي بانيان هو شعيب بانيان فأخذهم وحا قبطي عذاب يوم الذلة ضرورة مال انتهذا عذاب كذا أيا قبطي
عذاب يوم الذلة. إنه عذاب كاس كان وحو أهاذي عذاب يوم الذلة إنه عذاب كاس كان وحو أهاذي عذاب يوم مال العذاب كذا أيها هذي مال كاس عظيم وين. إن في ذلك قصدا لصوشا وحاكسوا لآية على ملغ إبرقاته أيا كسوا وما كان مآهن أكثرهم ضدك أنتو أضبذني مؤمنين مين أهان هو الله الرمي حق الرمي مين نقن. وإن ربك النبي الله ربك لهو إساق أيا العزيز الله غالب وأود بضن الرحيم أن حريص بضن. وهي جواب في علمين السينين وانا وواني إلهي كبق أن الرسول كيسان أهي إعطيع ووركي قيالا إن الرسول كيس أهي إرمي أيو كيري مركز كيري هذين كوا مسك حد وذل الرقي وعقل وذل غالب نقضي ولا السحري آيات كم تهيب كيري هذين إنما أنت من المسحرين نفا يوبا متيدبا مسحرين كو والله سحري وعقل قوضا لغا غالب نقضي ايات كم تهي مت كم اذا تهي كواس رسول متهيد رسول بان هاي بعد لاذا هاي وحاط نقول لان طبعا ماله بشر انه وكالات هاي وحام بكون ملاين اي نبي رهدين انات بين العياش هو بنت شيقية كم تهي. وإن نظنك وإنه شأني لن نظنك وحام كون ملاين اينا لمن الكاذبين انات كم تهي هو بنت شيقية. وهي هي عذاب يوحبة شيقيسة صومان عذاب بابن دون النبي هذا العذاب كان شيقيسة كرنقا كان سمضى او قبل قبل قيبة قيبة يقول سوداب إلى هذا فأسقط رد علينا كركان كسفا قبل يا قيبة من السماء كمدة إن كنت من الصادقين الضاد وركان شيقيسة رسول بانا يتكرر شيقيبة أنك عذاب بانو باهن هاي كورنغا كه ارك او سمدي او قبل قبل او لسوغو غوي نغو سودا بيرهدين عقل درنا يا معنى وركاس وحا ككهني بين باد شيغي سوي رسول بانا هي ذات رسول كي ست هي او وركا غو رون يهي كور حق سمدا عذابنا عذاب كسو دجي بيرهدين نغو سو دجي عذاب رو شيغي عذاب كاسو باهنا نفس الكلام نفس القول يعني من كان مشركين كفار مكة أي نبي كوير هذين وحير هذين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بير هذين هدي بأويه وحنا وكان حق إن كان هذا هو الحق إلهي وهدي وكنيه حق وأكت هذا كأهاذي أنك حق لما ما هي سنة فكروا حير هذه نجحان نجسر روبة نجحان نار فامطر علينا حجارة من السماء أما عذاب حنون بذن كرنا كك مرنا وحكير هذين لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا آخر سورة الإسلام قصوا مرنا صوت حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك بيت من زخرف صوت أو تسقط السماء والرومين مين إلى أتصمد أن يوسو يردو كما زعمت سيدة الشيغاتي نبقوا ما شيغان كما زعمت علينا كسفا إيضو قبل قبل يوسو يردو. أما إلهي نهر كان بيره هذين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله إلى ما الله نوكي أنت تكون رومين كون رومين مين. أما الملائكة أدماشي سوى حاضر ست أو تأتي بالله والملائكة تطبيل مركوان لمن يعني فقاذي وهي قال لما كو فقاذي ربنا عجل لنا قطنا وانما كيري إله نوسو ديجل نسيب كان عذابك أقول أن هذا برنو كان دي والذين عذاب يلوي لهذا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وحنا لو قدنا نلوقوها الجمع يواقور ما كان ويستعجلونك بالعذاب عذابك يددجي سنيا ددك سنيا نوعي لين عذابك اللي الشيء يعني أباها النهي كوانا هو نفس الشيء فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. نبي الله شعيب حكيري ربك أي أكسون وحد عمل فلا إسان عمل كينا إلهي بأكسوني
إذن إسقى إذن كجازن إسقى إذن أبا المرن واحد مدن تهين نبي شعيب بينيان مركز الرب سبحانه وتعالى ضرور عذابه أي كسو هريي ورتقول الدرن أيا قبطي مركز الضرور لكرك هاني ضرورة بوحي يرهدين بل أنه أن هرك هذا هرصنع وابع عذاب عذاب يوم الظلة ظلة هو ضرور كرك هذا اللي كان يلوسه هريوي مركا ربي وحيري ضرورته ما لنت هذا عذاب كذا أيام كوقة والنيب ويري أيام قبطي فأخذهم وحاق قبطي عذاب يوم الظلة أيام قبطي ضرورة تصلقه هريوي ضرورة ما لنت هذا عذاب كذا أيام قبطي عذاب كاسنا ومد أدوين بربي يري إنه كان عذاب يوم عظيم ما لنوين عذاب كذا ويب يري نقبل ربحي بركة قصة قوم شعيب لها لاغي وحاكسوا العبرة قادة شو الآية ضدك مجرمين تا إحقا ديدا يغانا وداد الله مرنا يواكوان وداد الله أمبال الله مرن وإلا هلاغي وي هلاغ باقود دنبين لكن ضدك إنتو هذا بضان قصة قصتوي مقلان ما إن نقولن كو إلهي الرماية وما كان أكثرهم مؤمنين ربي غاغانا كو مجرمين تا مد أولوها يوهي إنك أرغتو وإن ربك الله هو العزيز من أود بدن وكأرغدن يوهي مجرمين الرحيم من نحريس بدن وأن حريسان لأوليائه وي وكان بالمؤمنين رحيما قالوا وحير هذا القوم شعيب مركواني كذب إنما أنت أدقو حات هيئون وحكى لمته هذا من المصحرين كو الله السحري أمبات كمتهاي وما أنت أذوق متهد وحكلا إلا بشر بن آدن أنباتهاي مثلنا أنقوكلا وإن ظنك أنت ومخففة من الثقيلة وإنه إن الشأن والأمر نظنك وحنكوم ملايننا كاذبا مد بيشيغا يولى من الكاذبين كمذا فأسقط رد بيرادين علينا كركنا نغسو رد كسفا قبل الله من السماء سمضاء إن كنت هداتهاي من الصادقين كور رنتو شيغا قال النبي الله شعيب حكيري ربي ربي أيا أعلم أكسون وقاشبضا بما تعملون وحد عمل فليس عمل كنا إلهي بأك سقايد كجاز فكذبوا وحي بانيا قوم شعيب هو النبي الله شعيب بانيا فأخذهم وحا قبطي عذاب يوم الذلة ضرورة ما لنت هذا عذاب كذا أيا قبطي إنه عذاب كاسي كان وحوى هذا عذاب يوم أيؤ هذا ما للعذاب كذا ما لنكاسو عظيم وين إن في ذلك أرنك الله صوشي وحكسوا لآية على مد وعبر قاذنية يكو عبر قاذنية كو قدم بأي أيا كسوا لكن ذاتك وما كان مأهان أكثرهم إن تضبضني مؤمنين كو حق الرمية ألا الرمية مين النقن وين تضبق قصان كصوب حلي هذا نوح الوحي جسين يا قرآن كان منزل كان سورة بالله وقاذا أنكو سوق هذا الني سورة بالله وقاذا أنكو سوق هذا الني طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين قرآن كأي مركة رب سبحانه وتعالى كو حجسي رب وحيري وإنه قرآن ككني لتنزيل رب العالمين عالمين تا ربي غودا سود جنتي سويه مدو سود جيوي نزل به قرآن كوحل سود جي الروح الروح ذي الأمين الآمن الروح الأمين وجبريل روح ذي الآمن كهيد إلهي وحيك آمن جبريل بل سود جي على قلبك النبي الله قلبك أيك سود جي قرآنك ومحوغو سودجي لتكون إنا دهاتد من المنذرين كوة ديغا متكمدة رسوشة ديكتا متكمدة إنا نقطة درتها يوكو سودجي باللسان اللغة يوكو سودجي لغة داسو عربي عربي لو آني لغة داسو مبين عد أما بيين وحق عدينيس
وإنه قرآنك شيغتان كيسو لفي زبر الأولين أي لفي كتب الأولين كوهر كتب طوضا أي كسو غيها شيغتان كيسا لغو شاغي أولم يكن ميوسا أؤهان لهم كوان أولم يكن لهم آية أولم يكن ميوسا أؤهان لهم كوان حالو سويها آية آية مين أؤهان أن يعلمه إن يقرتين قرآنك علماء بني إسرائيل خير بني إسرائيل علماء ذا إن يقرتين سو أستان وما أهان كوان إن قرآنك حقيقي سو كما قران قران ولو نزلناه أيها الرب القرآن كان هدان دجن لهين هدان كسو دجن لهين على بعض الأعجمين هو عجمت قاركوت هدان قرآن كان كسو دجن لهين فقرأه عجمي قاسو أخرين لها قرآن كعليهم عربتا كدوا الأخرين لها ما كانوا مين أهذين مؤمنين كوروا ما يبيه قرآن كان كذلك يعني سدان أجلني بينين مركل جسوا الدجيع حجمي يعني سلكناه بين تكذيب كأجلني في قلوب المجرمين مجرمين تقلوب توضا ذنب لا يشى قلوب توضا لا يؤمنون الرومين ما يان به قرآنك حتى يروا إلى أيك أركان العذاب الأليم عذابك وحن وجيه وفيأتيهم عذابك ويماده بغتة سلما فلان وكذا والحالهم يقول لا يشعرون أن دره سنين وفيقولوا إلى هذا المركز هل نحن أن نقوم من نهي منذرون كول السوق وحير لدبلغ ربي وحجر أفبعذابنا عذاب كان مية يستعجلون ضد الجسنيان أيوه ربي سبحانه وتعالى قرآن كان منزل كا أيوه كورمي حقي سهرئي حقي سدنباب باطل وإيمانين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد الله حكيمه لو لما هذه حقي سأيا لغسو دجي مالك قرآن كان رب العالمين سود الجنتي سوي رب العالمين أي سود الجي أما منزل وحلق سود الجي من رب العالمين وكلام كيس ويا كرك كاني وحل سود الجي القرآن كان روح الروح الأمين جبريل وملا رسوشة معلق وضواه وحي أوكيني نزل به الروح الأمين جبريل أي الله سود دقي وحيونا كسود دقي جبريل القرآن كان نبي الله محمد قلب جيسا على قلبك أي جبريل كسود دقي وحيونا كسود دقينا يا إن النبي الله قد نقطت رسوش الدتك أدكت إن كم النقطة درتي يكو كسود دقي لتكون إن ذهات الدراد هذا من المنذرين كو الدقي متكمده حضر الله قديم على وسوي دجي باللسان العربي المبين يا قرآن جبريل وسوي دجي جبريل بسوي دجي وقلبي أو وسوي دجي لغة عربي لسان هو لغة باللسان العربي مبين أو وحكست عذين محل لغة عربي وسوي دجي إن هذا لهن أنا قوم مفهمين واحد لذا قرآن كان وحي كل حسين هاي كتب تهورة كوي هوري كتب تهورة إن توراة هي إنجيل يا يكو حسيني نبي الله عيسى أيابا وحيري وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول أنو وحانا هيمد بشارين يا الرسول يأتي إيمان دونا ومبشرا برسول يأتي من بعد قضى شيء إيمان دونا اسمه أحمد بكا رسولك القرآن كان لقوسه الدجيني وحاوه لقوح الصي نبي الله عزابة وشاقر هربان إسرائيل سورة العراف محمد قصة مرني الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه
مكتوبا سوى لو قرين عندهم في التوراة والإنجيل يكو قرين سورة البقرة وحقوصة ومرني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وإنه لفي زبر الأولين والآخرين قرآن ككني وحكو شيئا هاي كتبتي كويه الرئي كتبت هذا توراة يا إنجيل يا بلغو شاقي وحي قرن أيام بيديدين نبي قوي قرن أيام القرآن كان نواه أكسونا أيام إلا سود الجنية كتبت هذا لغو شاقي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه نبي قرن أيام كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق حق قرن أيام حق يكسونيين بيقرن أيام وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى وحيري لمن كان سؤستان علامة ماءها إنه القرآن كحقي هاي كتب توضع الله شاقي حدنا سوى كمقران كرام بكوان أنا يعني كفار مكة وي كوى لليه لمن كان كفار مكة ميين أو أهان علامة أي كقرتان القرآن كان إنه حقي هاي إنه يرهر بني إسرائيل علماء ضبا أي قرتان وكوى ضبا سوى إسلامي سيدة عبد الله بن السلام رير بني إسرائيل إي أصحاب تسوي وكو إيمان كقاتي ونبي قرميي ورير بني إسرائيل يقع بالشيقة يجعو قرن مايا كتبت هذا وحي كو غاية إلا كو قرنا يا الشيقان حقي بالشيقان مركا كو عن كفار قريش سو ما أهان أستاني على ما يقو كرتان إنه قرآن كان حقي هاي garashada ay garteen ogaashaha ay ogaadeen reer bani isay culimadooda toosan waa ee mu'miniinta oo iyaga haday wax isku qabtaan waxay wala noqon jireen reer bani israa'il way wala noqon jireen maadaama kuwan hadda soo islaamay reer bani israa'il sida abdullah ibn salaam iyo asxaabtiisa ay quraanka qireen oo yiraahdeen waa xaq kuwan soo de qiritaankan ay qireen iyo garashadan ay علماء رير بني إسرائيل كوا المؤمنين تأي قرتين سو أستانوا معها كوا رير قريش أي كوا قرتان قرآن كان إنه حقي هاي ربي سبحانه وتعالى وحيري حدان قرآن كان كوسو الدجين لهين كوا عجمته عجمته قاركو حدان قرآن كان كوسو الدجين لهين على بعض الأعجمين عجم وحالي هذا قف أن أف عربي سحين كو هذين يا عجمي لي هذا عرب يا عجم بالي هذا عربت وكو اف عربي كو هضل عجمتنا وكو ان كو هضل ان انا اف عربي اقونن هدان قران كان كو سو دجين لهين وننكاسي كو دول اخرين لها كو ان عربتا قران كو دول اخرين لها مين اهادين كو ان كو رميه ننكاس ان عجمي واف عربي سحين بعد واحد لو شيغي ديلا ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراوا اعجمي سو اخريو عليهم كو ان كو دول اخريو ما كانوا مين أهان به القرآن كمؤمنين كور رمايا ويسك كبرين يعني نعجم محنو شيء ويده الآية ويا كذلك سيدا سؤكلا سيدا هدي قف عجميا لجوس الدجيو أين الرمايين أين القلب جود التكذيب كلا جلي سيدا سؤكلا سلكناه وجلني تكذيبك قرآن كلا بينينا يو ربي وانجلني بوري حقيلا لجلي تكذيب قاس في قلوب المجرمين مجرمين تدن بلياشا قلوب توضا ايان قليني سيدا هدين نين عجمي الوسو دجيو اين الرومين اين قلب قوضا تكذيب كلا قريسي لم اذا يكوا مجرمين تا قلب قوضا وحان قلينينا بينين تا اي بينين يا قرآن مرة بالرومين ما هيا لا يؤمنون به بالقرآن الى اي كأركان العذاب الأليم عذاب مؤلمه حنو جنيا قفك مركو حق الديدة أو عذابك وي ما دنا مركز هدي أو الرمايو إيمانك صحبه وطري ماي حبه وطري ماي ها إيمانك قرم وحترية أنت عذاب لقو كينين عذابك وي إيمان كهر يا اللي قربي مرأة حق الديدة عذاب اللي سعود الجيي أو دي النصارتي حتى الرمينا يا اللي قايا لي ماي فلما رأوا
فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلم يكن ينفعهم إيمانهم إيمان كذا أحبوه ما تريه هذي عذاب كين أركان عذاب لوزو يدجيه مر مين يان مر بقرانك إلى أي كأركان عذاب الأليم. عذاب الأليم هذي أركاننا إيمان كحلقة صحبه وطري ماي عذاب كو إيمان سيك كذوه أين درين سنين يجو لما فلانا يو إيمان يجو درين سنين فيأتيهم العذاب ويفاعلك بغتة وهم لا يشعرون مركز وحي عرانا يان وحي يرمان لو كرت فيقولوا أي رهدان مركز عذاب كرك ويمادو سيلا ما فلانا ويمادو أي وحي عرانا يان يجو مركز تمانين يان وروحي يرمان للسوق فيقولوا هل نحن أنهم من نهي منذرون كوال لكورانا يو للسوقين للسوق يو والرمين ناية ما وحي يرمان لو كاديو ربي وحي يري عذاب كان مي ددك سنة يانو إليين عذاب يانو باهنا ونوسع تمرك. وإنه قرآنك لتنزيل رب العالمين أنك رب قوضة سودجنتي سوية من حق سلقة سودجيوي نزل به نزل وحال سودجي به قرآنك الروح الأمين روح دي لآميني وجبريل وحي قال له آميني أي لسودجي وحي كسودجي على قلبك قلبك هذا لتكون إن ذهات الدراد ذا يجوز الدجي من المنذرين كوا الدجا مت كم إذا إن النقط الدرتي يقرأ جوز الدجي باللسان لغة يجوز الدجي قرآنك عربي عربية مبين بين عد وحق عدين. وإنه قرآنك شيجتان كيس ويا ذكر القرآن لفي زبر الأولين كويه الرئي كتب طاضة أيوك حسين هايوي. وإنه قرآنك شيجتان كيسو لفي زبور الأولين كوه الرئي كتب تضع لحد أيوك كسو غنيهاي كالتوراة والإنجيل. أو لم يكن ميان وهان لهم كوان كفار مكة آية على ممي ميان على موهان أن يعلمه إني قرتين قرآن كان أغاذين حق نمديسة علماء بني إسرائيل غير بني إسرائيل علماء ذوضا قرشادة أي قرتين ميوسان أستان أهان قرآن كانوا حقيهاي أي الرميان. ولو نزلناه قرآن كهدان كسود الجن لهم برب يري على بعض الأعجمين كوا عجمت قارك هذا هدان قرآن كسود الجن لهم وفقرأه عجمي قاسوه أخر لها عليهم كوا عربت كدل أخر لها ما كانوا مين أهذين مؤمنين كوا الرمي به قرآن ك يجو يسك كبرين يا إن عجمي محنو شيء جي بس كان رأينا ليه لا يا كذلك سداس أوكله سدا كواس قلب جودا أن أقولني تكذيبك يعني سلكناه تكذيبك أقولني في قلوب المجرمين كوا مجرمين تقلوب طاضة كبار مكة لا يؤمنون الرومين مهيان مجرمين تاس قلب جودا تكذيبك اللي قليه به القرآن كالرومين مهيان حتى يروا إلهك أركان العذاب الأليم عذابك وحن وجنية المؤلم إلهك أركان مركزنا إيمانك وحبه وطري ماي وفيأتيهم عذابك ويماده بغتة سكة ذو لما فلانا والحال هم يقول لا يشعرون أن درين سنين إماشيس فيقولون مركا وحي أرانيان هل نحن ونقوم من نهاي منذرون كوال لسوغا يوحي الردب لغيو رب وحير أفبعذابنا عذاب كأن ميي يستعجلون الدك سنة يا أخوان أفرأيت بل كورم نبي الله بل إيشك إما اتعناهم كوان هدان أراحينه سنين السنة فربضا سنوي فربضا هدان أراحينه ثم كذبنا جاءهم أويماده ما وحى ما عذابك كانوا أيهانجنا يوعدون من لوجو ديو هدو أويماده ما أغنى أي شيء أغنى أي كديق عنهم إيجا ما كانوا وحي يمتعون لوجو راحيي وحو كديق وما أهلكنا أنه ما ننهلاقين بالرب يري من قرية دقمو إلا والحال لها وصبنا ذي أمبان هلاقنا منذرونك وأدقى ذكرى هذه تاني ذكرى وانوي واننوي وإيقواص لوانين أيو وما كنا أنه منهم بالرب يري ظالمينك وظلمي أضوام مضى
أنه ندق المهلاقي نبي المذل منه ويا ربي سبحانه وتعالى وحوي لكوان مركز ما وحي يضل بيان ويدك سنيان ويدونيان عذاب كأنه ما يلينا نلو كأنه أفبعذابنا يستعجلون ويستعجلونك بالعذاب نبي يكددك سنيان يكددك سنيان نوكين مع عذاب كأنه يعني يدك سنيان نوكين أرانيان بل نبي الله ربي وحوي لي والحديث يكتا كوان هدان سنوي فربضا أرحينه كذب عذاب كان لا يباهي نأوي ماده محو كديقيا أو طريا إيجا وحلو قرحي سنضع فراه بضا مرد عذاب كوي ماده محو طري ما كانوا يمتعون وحلو قرحي عذاب كسدوي ماده محو كديقي محو طريا وي أحبا وهي يعني إن بضا قفك هدير لون نعمية او كون سنه يكبدن بهتل نوليو يا ارنكاسي راحضاسي عذاب كدرن ميسو يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر هدي عمر كون سنه لسيو كدب عذابك سوغن يمادو كون كا سنه عذاب كدرن ماي بك كون هدا عذابك دغدغ سنه نو كيناله هدي إم بدن سنوين بدن لور راحيو كدب عذاب كي لوجو هنجمه لوجو جودينا ويمادو وحي لوجو راحيي نعموي كفراه بدن سنوين كلور راحيي محو كد محو طري وعذابك كديت ما يوي ناثن كدب ربي وحو يري أنا مقال ما هلاك ندت كذا إلا مركن هلاقينه فرام بالودي ورجت كان حنس كجرا جت كان وناك سنة صور راح يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا امه الهي اسك هلاقي ماي يقول لو دغن او وناغ لا تسنن حمان لا ريبن رسول ادغيس لو درن لا اسك هلاقي ماي مركاس دول الظلمي ما اورنا ما حنا لو ظلمنيا رسول بما ان اركن يديه لهايين رسولا ما لو دري هرت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سيدتك إلى هدونا أين قر كهل حجة ويلا إلهي أين كؤرن رسول بماذا الله صدرين محدوها لاقي والنوع عذاب أين دين درتي يا رسول الله صدري كوا رمي الرسول شاسرعنا خير إيا وناقي الجنة يقوم بشارينا يا كوا كلو ديدنا نربي يقدق يا يقول لو ديقن لها لاقي ماي وهي وما أهلكنا من قرية أنه مقالا ما هلاقنا إلا مقالا ذا الدوادات كالدقان وي مقالا ذا الدفت الدقان أنه ما هلاقنا إلا حالها منذرون أوسقنا ذي مويانك ودقة مالك أمبال لهلاقي وكو اسمحي أقول دقة يان ذكرى وانين درت هذا وي إيو وانين يان وحي أقول دقة يان وانين درت هذا ولا ذكرى أو لأجل ذكرى اللي هذا أما مبتدا لو قدروا هذه تاني ذكرى وان وي وقوة لوانين أيه ربي وحوير وما كنا ظالمين أنه ظالمين منهم وي هلاقس أن هلاق إنه كوا ظلمي كواس منهن إيقا حقي دي ذي واللود دي ذي حقي ولا سوء قارسي يكوك عن سيران وما كنا ظالمين بربي أنه منهن ظالمين وإيه وما ربك بذلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أفبعذابنا عذابك النبي يستعجلون ديدك سنيان كوان أفرأيت النبي الله بالكورن إن متعناهم كوان قال هذا ديان أرحينه الدنيا ذا الأحد ذا أقول راح إنه سنين سنوين فربضا ثم كذب جاءهم ويماده ما عذاب كي كانوا يهاجرا يوعدون من ذا وجودي الله يو هدو يماده ما أي شيء شيجبو أغنى كديغ عنهم يجا ما وحي كانوا يهاجرا يمتعونك والله أقول راح إنه وحي اللي أقول راح إنجري سنوين بضنا هدي الله راح إنه أو عذاب كي اللي أقول هنجم ويماده
وحي لوغو راخيهي مخو كديقي عذابكاس مخو كمنعين او طري وحبوي وما اهلكنا انغو ما هلاقنا من قريه مقاله ددك هذا ما هلاقنا الا حالها وسناده ان بان هلاقنا منذرونكو وديغا مخي اوغو ديغيان ذكرى وانين درتهدا اما هذه تني ذكرى وانين وي وكو الله وانينيو وما كنا انغو منهم بربي يري ظالمين كو الظلمي ضمضا منهم بيرو وما ربك بذلام للعبيد قرآن كيف هذا الغوص واللابط ربي سبحانه وتعالى وحيري وما تنزلت لمسوا الدقن به قرآن كالشياطين شيادين من لسوا الدقن جبريل بل لسوا الدقن وما ينبغي من أهبون شيادين وما ينبغي وما هبون لهم شيادين إن القرآن كالسوا الدقن وما يستطيعون ما نكران حتى ما أوذان إنهم شياطين عن السمع مقلك قرآنك لمعزولونك ولا قد يريي وي وقرآنك با إني مقلان وملائكة كلام كود دقيستان ولا قفوقي فلا تدعو النبي الله عابد مع الله ألا لجرن كيس إلها معبود آخر كلا وهديت عابد فتكون آدهات من المعذبين كوى العذاب متكم إذا أن قتد وأنذر أدك نبي الله عشيرتك قرابة هذا الأقربين إدواشكودو وشهبضا يكودو أدك واخفض الرارع جناحك قربك لمن قف الرارع اتبعك كراعي من المؤمنين حاليهن فإن عصوك كوانا دودك تيهدي كعاصيان وعاسي قروبان فقل وحد كتر هذا إني أني وبريء بريء بانك أهي مما وحى تعملون سماين إيسان ذنب قد سماين إيسان أنا وبريء بانك أهي وتوكل على العزيز الرحيم ربي سبحانه وتعالى مجرمين يقال هذا ورك هذا أيو الردي ويقى وحي أورنجرين شيادين بقوا وحيوته قرآن وقول قول شيطان قول كي سوي سحر وح أساطير الأولين وح سي أورنجرين ركاز الرب سبحانه وتعالى أول ردي قرآن كان شيادين مين اللي سوى الدقين ما بقول عامة ما القرآن لو أخري شيطان ما بجوق كرب وبكعر راي سوى النبي عليه الصلاة والسلام مدهن قرق لو أخري سورة البقرة شيطان وكفو قانية وبكعر هذه مجا إلهي بالله سواق هذا كلام ربي الله سواق هذا شيطان ماشى سوق عرارة ما بتجوج كربا ما القرآن لو آخرنا كوا هذا جمامك كلنا عايزه ما كنا دي قرآن لو آخر واحد نقرأ إياه ويجبن إياه يا مرك شيطان ما بكون عبا وما يستطيعون ما كران ما أودان ما نوها بونا كوا نعام وما ينبغي لهم وما يستطيعون إن القرآن لسه يدقان شياطينته وما هبونا من أودان من كران شيادين إنهم الضمير كان هم تأ لبق شيادين تولوا علين كرا وحكلوا لوا علين كرا قوة كهندا أي شيادين تو وحيودان نولوا علين كرا دي شيادين لوا عليو إنهم شيادين تو عن السمع يعني عن المسموع وين إن مقلان كلامته يا هذا الملائكته عن سمع القرآن إن القرآن كده جيستان لما عزولونك ولا قد يريي وي وهران وحي تجي جيران صمدا أنت يسوع فلان شيادينته كرب وحكس ولا جيستان جيران وأنت عن القرآن كله سود جن النبي قال صادرين ولكن النبي قال صادري كركي أي تجي جيران ولا قد رهابي أو حلو قدرة بابرة يروحل بابا سؤال وكاي سورة الجن ما كقاري دونا إيغو كورمايا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت صمدي بان هلا يدو لقبو حيي حرسا ورديال يوشوبا دبابرو حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قران حقا سنفريسين جرينا وعكسوا لقيسنو فمن يستمع الآن قفك هذا اسكود ضيانو لقيستو يجد له شهابا رصدا لحلو الدياري حدقا الوطور رجوما للشياطين حدقا إلهي وحوابوري وصدح شيء
صدق حكمات ربك ليا زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قرح صمدان سكال لو قرحنيا وجعلناها رجوما للشياطين شياطين تلو رجم او لو تور حديقها صار لو سلديا ويغوبي هو اسكو دين كور واحد كسو دغيستان مرك شياطين تا اني كور واحد كمقلان ملائكته اي هادلودودا كور واحد كدغيستان هو لغا ديريي وي لمعزولون وهذه مرك انهم تا شياطين تا كو فسرنا وانهم كاهنين تا هو ساحرين تا شياطين تا سو حيودان عن السمع مقلك لمعزولونك ولا قديريه وي رب سبحانه وتعالى مرك وحو يري نبي الله يقف كستو الله لحظه يوي لما عيسى وحك له هقرب دغن وهلا عابد فلا تدع مع الله الها اخر جيد يا دغخ يا رسول يا ملائكه يا واحد الله قرب دغ كرتو لا عابد كرتو مله وا شرك لما عيسى اله كله هيلين وحك له عابده وضلات كدريسو عبادته عباده ربي وحك له كدرين وي الله واحد فلا تدع هبريا ها عابد مع الله اله اخر وهدي عابدوت اله وشرك يشنا وحن نقول كل العذاب يا تكم نقول فتكون من المعذبين قف كيسقون الشرك كتوبت كينين دنتاي الهي ودن بداف ماي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انه من يشرك بالله وكتوبت كينين كدنتاي فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نشكوه يني والنار جنة ربي وكحر انتمي فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين كذب ربي سبحانه وتعالى رسولك زوجه كيري قرابة هذا السكة هو كحقة إئات كودو ودك عذاب إله ودك إله الرمية له نبي عليه الصلاة والسلام أمر كان ربي هو أمري إنه قال بدي سكوا يسجى حجة يودوا شهر بدن ودجو وسمي بورت صفاء يوفولي مركاسو تير قريش قل قرؤوا وجيري يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف مدمد يا فاطمة بنت محمد إلى وكسو جبجبي محمدين هلا وآخر محمدين من قبل كرا هذا إله رمية مركي بورتاس أوفولي وغير ويا ويا ري قرار قريش ويوي مادين قيل هذه مركي مقلان روان لو يريا هيا محا مركاس وكوير هدان يدين شاقو بورتان وست هذا إن عدو كسو غني هاي عدو قاسنا إذو كسو وجهي هاي إذو ويرا ريو مركي قمر رميسان يسان بكوير مركاس يرادن ها بين ما نكوغو غين ننرون شاقو يرون لو باتهاي وانقاضنا هنا مركز وان يلينا وكرر ميسانينا مركز وكويري إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد مركز هذا وحاينا هاي مذي دين ديقيا عذاب دارن انتو سنمان كهر يان ادينا هاي ديقيا أي الله الرمية أذر كيسا سوبوذي أبو اللهب تبا لك أبو يري ألي هذا جمعتنا هو حالا نوكل بس عندو أبو يري زوما مركز أتكو هذا ليسا تبت يد أبي اللهب وتبا يلوسو دجي ما أغنى عنه ماله وما كسب هلاك ودعي خسارهك ودع هذا موحلا نغيري وقال ربي حولي تبت يدا أبي لهب أبو لهب أي خساري لو إذا قع مضبا خسارت لو قع مضبا لشيك لكن هو يسجن حولي سعرور صحبه ومطري دونوي وآيهي كذب ربي سبحانه وتعالى رسولك يسوحه فري أو أمري أتباع ذي سكوا يسجن راحسن إنه أنه ضمد الدباعسن ومؤمنين تأتباع ليساء إنه قرب كيسة الرارعية معاملة ونكسن إي أخلاق ونكسن وقل الرقم يربي أمري واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ومؤمنين تأكل راعي قرب كاقة الدبعي وأن حريسه وتروي وآية سورة آل عمران وحاكو صمرني ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك هذا نقول له يدمد قلبك كانوا دباع عدحن أكتاد أيك ككلا عر لهايان كافيق لهايان لكن النبي قل ما هو الرحيم لقد جاءكم رسول
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما حكت نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم مؤمنين ذا بدو تريد بدن وينبقوا وأون حريص شبضا وآية هذيك هو عاسي قروبان كوان أدكتي حق أقول يارتي هتقدر هذا إني بريء مما تعملون شركة أتصمين إيسان أنا هو بريء بان كاي عمل كين ورداد ديدين حقا بريء بان كاي كله وربك ويلي وما تنزلت مين اللي سودقين به قرآنك لمين سودقين قرآنك الشياطين والشيادين مين اللي سودقين وما ينبغي وما هبونا لهم شيادين تين قرآنك اللي سودقين وحوا هبون بما وما يستطيعون من كل عان وكران ما كران إن القرآن لسه الدجال مكران إنهم شياطين تو لما عزولونك هو اللي قد يريي ويا عن السمع أي عن سمع القرآن القرآن كإنه دجاجستان يا ملائكة يا كرني واحد كسر دجاجستان هو اللي قد يريي ويا ولا حجاب فلا تدعوها عابدين هبرين مع الله ألا لجرن كيس إله معبود آخر كلا وهدي عابد فتكون هذا هاتد من المعذبين كوا العذاب كوا العذاب يا متكم إذا أذن قتيد تاسيين الدعوي وأنذر أدق نبي الله عشيرتك قرابة ضاضة حكت هذا الله قريبين يكودوا إنه وجه بضن واخفض الرارعي جناحك قرب كاجة لمن ضد الرارعي تبعك كراعيه من المؤمنين حاليه مؤمنين موحدين ده قرب كاجة أدبعي خلاقنا سخلا رقم فإن عصوك هو ذا أدقت هو سأذو أدقتي حضيك عاسيان فقل واحد كتير هذا إني أنا وبريء بري ما كأهي بناك كجوجا مما وحى تعملون سماين إنسان ومن عبادة غير الله أنكم مجرمين وتوكل تلصارو على العزيز الله أود بضن الرحيم أن حريست بضن الذي الله صو يراك كأركة حين وقتك تقوم استاجيسه إلى الصلاة ويستاجيسه وتقلبك أركة يجد جدون كاجا في الساجدين كو سجود يا معوده قد قدومي الركوع سمع الله ايو ركوع يا سجود لحظوده قد قدون كاغا الله اركيا تلا ساروي انه قال هو قال السميع والله مقلد بدن وحكاستو لو هادلو العليم او غاش بدن وحكاستو لا سميهو ربي سبحانه وتعالى رسولك سو وحو كيري يقف كاستو لا خطابيو الله عزيز كي أود بدن غالب كا يا وحكة غالب نقول يا أنجرين الله استلا ذا أديبه وتلا صاره أمر كاجا أبندك وتوكل على العزيز الرحيم خوفك إلهي تلا صار تاي ألا وكف ليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه الله كف له وتوكل على العزيز الله أود بدن تلا ذا أديبه الله صار نحرس بدن الرحيم الله سوك أركا حلق أد استاجيسه سلادو ستاجيسه أركيا قد قدون كاجي نقشة هذا في الساجدين مع المصلين كوا سجودا لحظة هذا سجودا يسال الركوع يسال الاعتدال يسال الله كوا أركيا تلا ساروي الله سبحانه وتعالى وحكى صلواه الله أيو مقلد أيهايو مقلة السميع والله مقلب ظن وحكى صلواه الله لأقوال العباد العليم الله قال شبضاً لأفعال العباد وحي سمين أيام وتوكل تلصار نبي الله على العزيز الله عزيز كأود بضن الرحيم من حريست بضن الذي الله صيراك كأركة حين تقوم مركة سلادة يستاقس ويستاقس وتقلبك أركة قد قدون كاجا في الساجدين كو سجودا نحن وضعت قد قدومي ركوع سجود إنه ألا هو إسوه السميع الله مقلد بضن وحكى صلواه الله العليم أغاش بضن ويوحك صلى السمي هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون هل أنبئكم رب سبحانه وتعالى وحوري ما إذين شيغا وما إذين ورما على من قف على من تنزل الشياطين شياطين تو على من قفك أي كسو الدقيسو على من قف تنزل أي كسو الدقيسو الشياطين شياطين تو أي كسو الدقيسو ما يدين ورما تنزل ملائكته وحي كسو الدقي على كل أفاك بين بدنك كستا
ayay ku soo degi athimin dambi badane kasta ayay ku soo degi yulquuna wixii ridaan shayaadiintu assamca wixii soo dhagaysteen kor ka soo dhagaysteen bay kahanada u ridaan wa aktharuhum badankooda kahanadaas kaahiniintaas kaadibuuna kuwa been sheegaya weeye shayaadiintu sida hadda aan sheegnay waxay la shaqeeyaan kuwa saxarada kaahiniinta dhulka xariiqa xidigaha fiiriya qiiqa eega xarkaha gedgediya ama farahan meeshaan calaamooyinka fiirfiiriya kuwaasaa kahana la yidhaahdaa ee qaybiyaadka ka warrama kuwaas markay awliyo ka dhigtaan oo shayaadiin caabudaan oy u sujuudaan ay xiriir la yeeshaa shayaadiintu kuwaas shayaadiintu qofna xiriir la yeelan maayaan ilaa maa qofkaasi uu ateeco u sujuudo taladiisa u dhiibto raaco iyaga waxba u sheegi maayaan marka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ma idiin sheegaa kuwa ay shayaadiintu ku soo degan oy la shaqayn shayaadiintu waxay ku soo degaysaa mid kastoo been badan calaa kulli affaak been badane kasta ayay ku soo degi athiimin faajir kastoo dembi badan sida musaylimatu lkadaab oo kale ee nabinimo sheegtay kuwaasay ku soo degi tanazzalu calaa kulli affaakin athiim marka shayaadiintu kuwaas ay ku soo degayso waxay ku ridayaan waxay kor ka soo maqleen horaan bay intay isfulfuulaan bay samada tegi jireen halka kelimay kor ka soo dhagaystaan haddii marka xidigahaas lagu sallido lagu diro oy ka fakadaan kaahinka ay la shaqaynayaan ee ay ku soo degaan ayay kelimadii kor ka soo dhagaysteen yuusna boqol beenood buu ku dari hadhow kuwaas kaahinkaasay u keenayaan isna boqol been buu ku dari ilaa ay dadku yidhaahdaan soo ninkan beri dhowe intuu wax noo sheegay wixii soo run ma noqonin waa kelimadii kor shayaadiinta uga keeneen oo boqol beena uu ku daray kelimadaasuu warkiisa ku xayaysiinoo ku suuqgeli waaya shaykhaanku waxay wariyeen min xadiidi caaisha ummulmu'miniina radia allaahu canha nebiga ayaa waxaa la weydiiyey can alkuhaan kuwa kaahiniinta ee qaybiyaadka ka warrama nebiga wuxuu yidhi laysuu bishayin waxay yihiin male kuwan markaasay dadku saxaabadu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah innahum yuxadiuunana axyaanan mararka qaar waxay noo sheegaan bishayin fayakuunu xaqan shaygiina run buu noqon waxay noo sheegeen faqaala sal allahu alayhi waali wasalam nebiga wuxuu yidhi tilka alkalimatu min alxaqi yakhtifuha aljinniyu fayuqiruha fii uduni waliyihi kelimadaas waa kelimo xaq ah oo jinniga uu soo dafay kadibna uu ku sugay qofkii ka weli dhigtay kaahinkaa dhegtiisa ku sugay weeye fayakhliuuna macaha mi'ata kadiba boqol been bay ku darayaan ku dheehayaan waaya marka kuwaasay waxay kor ka soo dhagaysteen malaa'igta xaggooda ay ku ridayaan yulquuna asamca maa samicuu min almalaa'ika ay ila alkahana ku ridayaan intooda badan kaahiniintaas iyo shayaadiintaas kuwa been sheegaya weeye wa aktharuhum kaadibuun hal unabbiukum ma idiin warrama ayuu rabbi yidhi calaa man qof tanazzalu ay ku soo degi qofka ay ku soo deganayso ku soo degto ashayaadiinu shayaadiintu ay ku soo degto ma idiin sheegaa tanazzalu shayaadiintu waxay ku soo degi calaa kulli affaakin been badane kasta kadaab kastay ku soo degi athiimin dembi badan yulquuna shayaadiintaasi waxay ridaan asamca waxay kor ka soo maqleen kelimaddii ay la soo fakadeen bay kahanada u ridaan u sheegaan wa aktharuhum intooda badan kahanadaas iyo shayaadiintaas kaadibuuna kuwa been sheegaya weeye washucaraa'u yattabicuhum alghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun alam tara miyaydan arkaynin ama ogeyn alam tara miyaadan arkaynin alam taclam ama ogsoonayn washucaraa'u kuwa shucarada kuwa gabya yattabicuhum waxaa raaca alghaawuuna kuwa lunsan
ee baadiyaysan ayaa raaca alam tara miyaadan arkaynin annahum shucaradu yahiimuuna waxay tiimbanayaan fii kulli waadin tog kasta ayay tiimbanayaan wa annahum shucaradu yaquuluuna waxay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxayna samaynaynin ila aladiina shucaradii mooyaane aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha oo wanaagsan oo wadakaruu xusay allaha alla xusay kahiiran in badan wantasaruu gargaarsaday oo aargutay min bacdi maa dulimuu markii la dulmiyey kadib wasayaclamu waxay ogaan doonaan alladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey aya munqalabin gadoonkiisa ay yanqalibuuna gadoomayaan way ogaan doonaan wey shucaraa kuwa gabya way qaybsan yihiin kuwa wanaagsan iyo kuwa xunxun baa jira shicirku horta wuxuubaa uun la mid yahay hadalka lagu hadlayo oo kale weeye midkiisa wanaagsan waa wanaagsan yahay midkiisa xunna waa xun yahay oo sida hadalka qofka uu ku hadlayo wey haddii shicirkaaga wax wanaagsan aad ka hadli khayr iyo diintood dadka ku boorinayso aad jeclaysiinayso xaqa ku difaacayso diinta aad dadka ku bari waa alxamdulilah waxa la doonayo waa culuuntaba cilmigaba in badan baa shicir lagu qoray alfiyatu ibnu malik baad arki alfiyatu alciraaqi alfiyatu suyuuti yaa culuum badan baa shicir lagu qoray marka shicirkaaga wuxuu ka hadlayo unbaa la fiirin ma dadkaad isku keeni ood ku walaalayn shicirkaaga iyo gabaygaaga mise qabyaalad iyo qurun iyo qashan iyo waxaan loo joogin baad ka hadli hadba wixii aad ka hadasho waay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa dad shucaro ahoo wanaagga iyo khayrka ka hadla diinta xoojiyo difaaca ayuu lahaan jiray xasaan ibnu thaabit oo kale xasaan ibnu thaabit ayuu wuxuu ku dhihi jiray ina ruuxa alqudsi laa yazaalu yu'ayiduka maa naafaxt ayuu ku dhihi jiray intaad diinta difaacayso alla subxaana wa taala diintiisa rasuulkiisa aad difaacayso jibriil baa kula jira oo qaad buu ku dhihi jiray shicirka waaya hadday kuwa ay wax keenaan shucarada kuwa shicra ee nabiga difaacaya shicirkooda ku difaaci jiray diinta marka shicirka marka waxa uu ka hadlayo unbaa la fiirin ma islaam baad faallin ood wax ka sheegi waxaan ahaada jacayl iyo balaayo qashin qulanka ku hayaan ma waxaasaad ka hadli maka dad baad isku diri qabiilkaagaad ammaani kuwo kale miyaad cayni oo gabaygaaga ku cayni shicirkaaga mise diintaad ku difaaci iyo xaqa waa saas marka kuwa xunxun baa hadda laga hadlay shucarada xunxun ee waxa xun ka hadlaa ka gabya waxaa raacaya kuwa luusan unbaa raaca dadkaas oo warkooda wax u maleeya washucaraa'u yattabicuhum alghaawuun nimankaas xunxun miyaadan arkaynin inay wax kasta ka hadlaan alam tara annahum fii kulli waadin tog iyo waadi kasta waxaa fii kulli waadin min awdiyati alkalaami wa funuunihi weeye qof bay maanta hadduu wax siiyo ammaanayaan berrina way caynayaan maalin dambe qabiil bay ka duldegayaan maana qabiilkii ay caayan bay haddana haddii wax la siiyo ammaanayaan wax kasta tog kastay ku daataan oo hadallada ka mid a alam tara annahum fii kulli waadin togaan la sheegaya waa hadallada waxayna ka hadlaynin ba male hadba maalin dhinac bay ka hadlayaan yaa haddii wax loo dhiibo qofkaasay ammaanayaan haddii wax ka waayaanna caay bay qabsanayaan qabiil bay baatil ku ammaanayaan kuwo kalena saas oo kale way difaacayaan oo baatil bay ku difaacayaan alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuuna bimacnaa yakhuuduuna way tiimbanayaan way dhexgalayaan waxayna odhanayaan waxayna iyaguba samaynaynin wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaasaan samaynaynaa saasaan nahay xooggaasaan leenahay bug waxba kama jiro wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun laakiin waxaa ka duwan shucaradaas xunxun shucarada xaqa ka hadlaya xaqa difaacaya ee mu'miniinta ah
يا حق الرميي عمل صالح ليمد هو سأكل معه وإلهي إن بضن حسي يقول كواس حنحن لمد معها وانتصروا قرقار صدي أرقوستي من بعد ما ظلموا مركي لذلمي كذب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مركي لذلمي كذب قرقار صدي أرقوتين كواسي لمد ما هو يكوه هراء سورة ربي حكسو قبقبه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون كو ظالمين تا شعر داس حنحنية غير كو ضبع وحي أغان دونان نقشضة قدونك كيس أي نقون أيام بعد موتهم ومد في عنا مسمد حن وي أغان دونان بربي يري وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والشعراء وكو قبية يتبعهم محراعة الغاوون كو اللنصن ألم ترى مياذا أركين إن أنهم شعرضوا في كل واد تكستو هذا الكامدة وادي كستو هذا الكامدة يهيمون يغو تيمبان يغو نحقل يغو نحور أرسن وأنهم شعرضوا يقولون وحي أرانيان ما لا يفعلون وحي نسمينين إلا الذين شعرضوا مويانه آمنوا حق الرميي وعملوا الصالحات عمل وناكسا آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات عماشا وناكسا أو ذكروا حسي الله ألا كثيرا انبضا ذكرا كثيرا أو انتصروا قرقار صدي أرقتي من بعد ما ظلموا مركي للظلمي يكذب اسكدعي يكوى الظلمي الشعر اسكد دفاعي وسيعلم الذين كوي وحي أغاندونا ظلموا الظلمي السميي أي منقلب قدون كيس أي ينقلبون قدوميان وأغاندونا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.